في حاجة يسموها عرب وما في حاجة يسموها زرقة. لأن القضاء يرد الحقوق ولكن لا يحقق العفو. القبائل عندنا البرقو، عندنا المسالات، عندنا التامة، عندنا المسيرية في بلدنا. وهذا البلد منذ ما جينا ما في حاجة بقول لك العنصرية ولا يعني ما في، كله نسوى. ولا في رعاية بطريقة كويسة، يعني رعاية بيطرية، ولا للمنتجين، يعني حتى المنتجين ذاتهم بيعتبروهم ناس ما ماشين ساكت. جينا الصواني انزرعت، لما الراعي ده يلقى الصينية بتاعته مزروعة بيجي خاش في صينيته دي ما بخليها. لا نحن من 2004 ل 2020 16 سنة. وطموحاتي اجي امسك مستشفى وصيدلية جديدة. فوق العصيدة ونضيف فوق كأس العسل وكأس السمن. هذه باختصار بعض الملامح الجميلة عن البادية. يمكن اعتبارها إضاءات لواقع الحال في دارفور.